الزواج الفني بقى تقولي ايه عنه؟ حلو جدا. تعاون ما بيروش زواج فني يعني قوي، بس لا يعني انه انا يعني اعتقد ان انا لو كنت قابلت مصطفى وهو مش في الوسط الفني اعتقد كنت يعني برضو هيبقى الموضوع هو يعني. عاوزه تقولي ان اختيارك ليه بسببه ان هو كانسان بالظبط، مش عن انه فنان. فنان لا خالص، بس اكيد في تعاون بقى يعني مشترك ان شاء الله الفتره اللي جايه كتير ما بينكم ان شاء الله. ايه بقى قولين؟ مفيش حاجات دلوقتي بصراحه، بس يعني انا عندي سنجل ان شاء الله هتنزل في شهر 2، مش لحنه لحن طارق شمس وكلمات محمد فتحي وتوزيع اسامه سامي. يعني هو انا ومصطفى بنفضل يعني مع بعض، هو بيسمعني حاجات، لو في حاجه عجبتني باخدها، مفيش حاجه يعني بنكمل، ما مش يعني مش حوار يعني.